ابني اول ما بنيمه على السرير يصرخ، اول ما اشيله يسكت زي ما يكون في عفريت في السرير. شوف لي حل في الواد ده يا دكتور. بص يا ست الكل، الولد ده عنده حاجه من ثلاث حاجات. اول حاجه، يا اما الولد ده انت معوده عليكي كتير جدا جدا، فالولد ده مش عارف يبعد عنك ثانيه واحده. بس في الحاله دي لو الطفل ده سبتيه في اي مكان تاني يصرخ، يعني لو سبتيه قاعد في مكان ومشيتي يعيط، لو سبتيه على السرير يعيط، يبقى ده الاحتمال الاولاني. الاحتمال التاني، لو الطفل بيعيط في وضع النوم لكن لما تشيليه في الوضع القائم الطفل بيسكت. ده في كذا احتمال، اهمهم ان الطفل ده يكون عنده ارتجاع مريء صامت. يعني ايه ارتجاع مريء صامت؟ يعني الطفل ده بعد ما بيرضع جزء من الحليب مع حمض المعدة بيرجع تاني في المريء، وده بيعمل التهاب وألم وحرقان شديد في منطقة الصدر. ارتجاع المريء الصامت ده بيزيد والطفل نايم، علشان كده الطفل تنيميه يحصل الارتجاع، الطفل يحس بالألم يروح مصرخ. تشيليه الحليب وحمض المعدة ينزل تاني للمعدة، فالألم والحرقان يخف شوية والطفل يسكت. يبقى ده احتمال. الاحتمال التاني، بنشوف الحالة دي مع الأطفال اللي عندهم التهاب في الأذن الوسطى. الطفل لما بينام الضغط اللي موجود على طبلة الأذن بيزيد، فالألم بيزيد فالطفل يصرخ. لما تشيليه الألم ده بيخف شوية فالطفل يبتدي يهدى. حالة التهاب الأذن الوسطى الطفل عادة بتبقى حرارته عالية، بيبقى سخن. وفي حالة ارتجاع المريء الصامت أو التهاب الأذن الوسطى لازم حضرتك تروحي لدكتور الأطفال بدون تأخير.